أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تغفر لنا بها جميع السيئات في الحياة وبعد الممات. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى من سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان، قيل في الإنسان هنا كما روي عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه عتبة بن ربيعة أحد صناديد الكفر، وقيل أيضا هو أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف. وورد بأغلب أقوال المفسرين أنه المراد أيضا هو جنس الإنسان. فأما الإنسان، أي إنسان، ولكن هنا تحديدا الإنسان الذي والعياذ بالله كفر بالله وبأنعم الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذا ما اختبره، الابتلاء هنا بمعنى الاختبار والامتحان، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. هنا الإكرام والإنعام والعطاء قد يكون مالا، وقد يكون سلطة، وقد يكون أي متاع من متاع الدنيا الزائل. فهذا الإنسان ابتلي بالمال، اختبر بالمال، امتحن بالمال. طبعا حتى الإنسان المؤمن يا أخوانا قد يختبر بالمال، فإما أن يكون نعمة إذا استعمله فيما يرضي الله، وإما أن يكون نقمة والعياذ بالله إذا استعمله في معصية الله، أو حتى إذا منع حق هذا المال الذي ساقه الله إليه. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هناك إكرام وعطاء، ولكن هنا قدر بمعنى ضيق. لذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، بمعنى أنه إما أن يوسع وإما أن يضيق. فهنا في السورة الثانية، في المشهد الثاني، وأما إذا ما ابتلاه أيضا هو ما زال في دائرة الاختبار والامتحان، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه بدل أن يوسع عليه حتى يمتحنه كيف سيفعل أمام هذا الرزق الذي ضيق عليه، هل سيعرض أم أنه سيتقبل كما تقبل في الحالة الأولى وقال ربي أكرمه فقدر عليه رزقه. هنا يقول ربي أهانه، يعني بمعنى أنه إذا أعطاه شعر بالكرامة، وإذا ضيق عليه شعر بالإهانة. ولكن الإنسان المؤمن لا ينظر إلى المال أو إلى العطاء، إلى الإكرام، إلى التضييق، لا ينظر إلى هذه المسائل بمنظار إن والله إذا أعطاني أكرمني وإذا منعني أهانني. لا، الإنسان المؤمن ينظر إلى الحالتين، في العطاء وفي المنع، في البسط وفي التضييق، في التوسيع وفي التضييق، في كل الحالة الإنسان المؤمن ينظر إلى كل ما يأتيه من الله عز وجل على أنه الخير له في كل الأحوال، سواء الله سبحانه وتعالى أمده وأعطاه أكرمه الحمد لله، وإذا ابتلاه اختبره وضيق عليه أيضا الحمد لله.
هذا الفرق بين الكافر والمؤمن. الكافر إذا ضيق عليه بجن، لأنه شو عوض على التنعم أكرما، وحينما يمتحن بالتضييق ما بيتحمل. لذلك بعض الناس إذا خسر خسارة كبيرة يا أما بيطق عقله أو بيتحمل، لأن قلبه تعلق بهذه الدنيا ومعتبر أن المال هو الحياة، أن السلطة هي الحياة. ما بيتصور حاله خارج السلطة، ما بيتصور حاله أنه إنسان ما معه مصاري، ما بيتخيل، ما بيتقبلها هذه أبدا. هذا عياذ بالله يعني رسب يعني سقط بالامتحان. أما الإنسان المؤمن أعطاه الحمد لله رب العالمين، منعه الحمد لله رب العالمين في كل الأحوال. هذا شأن المؤمن في المنع وفي العطاء، في البسط وفي التضييق، في كل الأحوال. هذا حال المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، سواء في حالة الإكرام والإنعام أو في حالة التضييق والامتحان. في الحالتين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله في كل الحالات له خير. فإذا أنعم الله عليه وأعطاه شكر، وإذا منعه وضيق عليه صبر. وليس ذلك إلا للمؤمن تحديدا، بينجح بهذا الاختبار. الإنسان المؤمن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى إذا يعني ضيق عليه لمصلحته. أحيانا في ناس يا أخوانا بس رب العالمين يعطيه يبطر، يصيبه البطر، يروح ما عاد بتشوفه أبدا. ليه؟ لأنه استغرق في النعمة ونسي المنعم، أخذت عقله الشهوات، صار معه مصاري ما بقى تشوفه بالجامع، لا حول ولا قوة إلا بالله، صار بيزي ما شاء الله، عطول مضغوط ما له فاضي. نسأل الله السلامة والعافية. سقط بالامتحان، ضاقت عليه الدنيا شوي، بدأت رقبته وبيجي لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الإنسان يتعامل مع الإكرام ومع الامتحان. عابر في كل الأحوال هو ثابت على العهد مع الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض العلماء ربطوا بين قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد وبين الآية التي بعدها فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. يعني هذا الإنسان ينبغي أن يتنبه بأنه مرصود من الله سبحانه وتعالى، وأنه مراقب في حالة الإكرام وفي حالة المنع، في حالة العطاء وفي حالة التضييق، في كل الأحوال أنت تحت المجهر. الله يعلم ما في قلبك، هل أنت مسلم لأمر الله أم أنك معترض والعياذ بالله؟ فأنت مرصود. لذلك انتبه وحاول أن تكون دائما في دائرة التسليم والرضا. فالذي أعطاك هذا العطاء ممكن والعياذ بالله يكون سبب الحرمان. كيف أعطاه سبب حرمان؟ نعم، ليش الأمور من قال لأنها تقاس دائما بالماديات؟ الكافر يعطى، الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الدين يعطيه لمن أحب. فإذا جمع مالا كثيرا ولكنه خسر الدين، بالله عليه هذا المال هل سيفيده بشيء في آخرته؟ أبدا. أما من عاش حياته في فقر وتضييق ومسلم وصابر ومحتسب الحمد لله ولكنه أوتي إيمانا، هذا هو الربح الحقيقي بمنظار الآخر. طيب الله عز وجل ساق له في الدنيا وأكرمه بنعمة الإيمان وثبت على الإيمان، جمع له الخير، نعمة كبيرة من الله سبحانه، ما في مشكلة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، الحمد لله الله عطينا كثير. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. هذا الجواب الله سبحانه وتعالى في
في صورة الردع له إذا ما كان يفكر بهذه الخلفية، والله إذا أعطي تمام، وإذا منع والعياذ بالله انصرف وأعرض. كلا لا تقاصد الله بهذه المقاييس، كلا. ثم هنا يأتي التوجيه الرباني إلى أنك أيها الإنسان إذا أكرمك الله وإذا أعطاك الله فلا تنسى، كلا بل لا تكرمون اليتيم. هذا الإنسان الذي لم يفكر في يوم من الأيام أن يكرم يتيما، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وورد في الحديث أن من مسح على رأس يتيم كان له من الأجر بعدد شعرات رأسه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يمسح على رؤوس الأيتام. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على رأس اليتيم يرقق القلب ويشعرك بنعم الله عليك في أن تنظر إلى هذا اليتيم وتعطيه مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وأما اليتيم فلا تقهر. بيت، شوفوا يا أخواننا هذه المشهدية من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. البيت اللي فيه يتيم يكرم، واحد مات أخوه أو كفل يتيما ويربيه، خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، يكرم هذا اليتيم. وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، يحتقروه بمعاملوه معاملة سيئة والعياذ بالله، يقهرونه والله ينهى عن قهر اليتيم. وهذه الصورة هنا كلا، انتبهوا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لا تحاضون يعني بمعنى مش بس هو لا يطعم المسكين، يعني ينبغي أن يشجع غيره على الإطعام، يحضه، أن يحثه، يشجعه. طيب كيف أنت بدك تشجع إنسان على أن يكرم اليتيم أو يطعم المسكين وأنت لا تفعل ذلك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. بدك تكون قدوة بالأول، بدك تحسن إلى اليتيم، بدك تطعم المسكين، ساعتها تستطيع أن تحض الناس، أن تشجعهم على إكرام اليتيم وعلى الإحسان إلى المسلمين. هكذا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. التراث هنا أيها الإخوة ليس الشيء القديم البالي، هذا تراث، هذا شيء قديم، لا. التراث هنا بإجماع المفسرين هو الميراث، هو الميراث الذي يتركه الإنسان من بعده. وتأكلون التراث أكلا لما، لما بمعنى أنه شديد، أكلا لما، يعني هذا التراث، هذا الميراث كم من الناس تنازعوا عليه، وكم من الناس قطعوا أرحامهم من أجل التراث، الميراث. كم من الناس عقوا يعني أرحامهم وقطعوها بسبب الميراث. كلا، هذا فيه حرمة شديدة. من أكل ميراثا بغير حق، من أكل ميراث أخته، وهذا للأسف منتشر عند كثير من الناس، يعتبر أن الأخت ليس لها حق وأنه هو صاحب الحق من أمه وأبيه، فيحرم أخته أو يحرم بنته ويعطي ابنه والعياذ بالله. هذا أكل التراث أو الميراث هذا فيه حرمة شديدة والعياذ بالله، هذا عمل محرم لا يجوز، ومن استباحه فقد وقع في كبيرة من الكبائر. لذلك رب العالمين يلفت نظر الإنسان، أنت شو عم تطمع بشوف؟ عم تطمع بميراث هو لك فيه حق، ولكن أن تأكله كله. ورد في معنى اللم أي بأنه لم يترك منه شيء، أكل كله، أكل اللب، لم يدع منه شيء أبدا، عمل وهيك طريقة معينة راح
إذا أخوه أو أخته ما بيعرفوا يكتبوا يبصمهم يا مصايب والعياذ بالله، بيضحك عليهم أو يعطيهم شيء بسيط وبياكل الباقي كله هو طمع والجشع. تأكلون التراث أكلا لما عشو هالطمع هذا كله في حق لغيرك كما لك حق. وتحبون المال حبا جما حبا كثيرا، تتعلق قلوبكم بهذا المال. طبيعة الإنسان أنه يحب المال، ولكن ليس من الطبيعي ولا يجوز لا شرعا ولا عقلا بسبب تعلقنا بالمال وحبنا للمال أن نأكل مال الآخرين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هنا أيضا يأتي الردع والزجر كما ثم تبدأ صورة جديدة إن شاء الله تعالى نتحدث عنها في الدرس القادم في مشهدية أخرى بعد تبيين هذه المسائل في لفت نظرنا إلى مشهد من مشاهد الآخرة. كلا إلى دكت الأرض تنتهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن لا يجعلنا من الذين يأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.